الدكتور مدحت نافع. أهلا بحضرتك معنا دكتور مدحت. أهلا أهلا وسهلا. أهلا بك. خبر زي ده تشوفه إزاي؟ خبر إيجابي. نعم. بيؤكد على أن النظرة من مؤسسات التمويل مؤسسات التمويل الائتماني بدأت تتحسن قبل مصر. وده معناه أن في المراجعة القادمة إن شاء الله سواء لفيتش أو لقبلها مودز ومن بعدهم إن شاء الله اس ام بي كما هو متوقع. المراجعة القادمة ستكون تحسين التصنيف الائتماني. هم ما دام عمل النظرة المستقبلية إيجابية ده معناها أن الريتنج نفسه أو التصنيف نفسه الاحتمال الأكبر أنه هيزيد أو هيتحسن في أول مراجعة قادمة. ده طبعا انعكاساته مباشرة. مراجعة مع مين يا فندم؟ مراجعة مع مين؟ مراجعة للتصنيف الائتماني المصري يعني. تمام. تصنيفنا دلوقتي بي ماينس هيتحسن يا نقطة يا نقطتين زي ما هو هيقدر فيما بعد. تمام. طبعا ده في ضوء ده في ضوء البرنامج الاصلاحي الجديد مع الصندوق ومع البنك الدولي ومع الاتحاد الاوروبي او حزمه البيل اوت كما تسمى المقدره بحوالي 57 مليار دولار من شانها طبعا ان يعني تكون دفعه قويه للاقتصاد في المرحله القادمه. تحسين التصنيف الائتماني عشان الناس تفهم برضو كلمني عن التقارير الدوليه دي تفيدنا في ايه وكمل حضرتك اللي انت كنت بتقوله. يعني المواطن بيسمع او بيقرا اخبار مش عارف ايه معنى التقارير الدوليه دي، معناها ايه بالنسبه لنا؟ هو يعني التصنيف الائتماني معناه ان الجداره الائتمانيه بتاعت الدوله شكلها عامل كذا. الجداره الائتمانيه دي تنعكس على تكلفه الدين بتاعتها. مفيش دوله في العالم ما بتستدينش، يعني احنا بنعمل طبعا اعاده تقسيم دلوقتي لموقفنا من المديونيه، لكن في كل الاحوال هتظل تحتاج تعمل ديون جديده، هتعيد هيكله الديون القديمه بمديونيه جديده. هتظل هنعمل ديون جديده طبعا طبعا. ولكن النهارده لما تعملها وانت تصنيفك احسن بتعملها بتكلفه احسن، تكلفه اقل على سبيل المثال. دي من ناحيه. من ناحيه اخرى الاستثمارات، لما المستثمر يرى ان جدارتك الائتمانيه عاليه يعني قدرتك على ان تسدد التزاماتك اكبر، يعني انت احتماليه انك تتعثر لا قدر الله اقل، كل ده بيدفع بالمستثمر خصوصا الاجنبي انه يضخ استثمارات جديده سواء في شكل استثمارات ده كده بيطمن طبعًا. المستثمر طبعا ما هي دي الشهاده اللي هو بيبحث عنها. هو مهما احنا كنا لينا مصداقيه كحكومه او كدوله، مهما كان لينا مصداقيه هو مش هيبتدي هو هيصدق طرف محايد، فيلجا للتقرير تقارير المؤسسات الدوليه، مؤسسات التمويل الدوليه زي صندوق النقد والبنك الدولي، يلجا الى مؤسسات التصنيف الائتماني زي فيتش واس ام بي ومودز يقراها، فضلا طبعا الى التقارير الاخرى اللي بتتكلم على التنافسيه واداء الاعمال وخلافه، اللي احنا دايما عندنا حرص وبندعو دائما الى تحسين يعني رتبتنا فيها ومستويات وتصنيفنا فيها بشكل مستمر، لان هي دي اللي بتعمل لنا دعايه، ودعايه مهمه جدا ودعايه مجانيه، لكنها الحقيقه الايراد بتاعها كبير جدا والغله بتاعتها كبيره جدا متى يعني قابلت او صادفت المستثمر الاجنبي. طيب دكتور مدحت، طبعا ضمنا انا فهمت من كلام حضرتك ده مردوده ايه عليا